الحشومه يعني تعتبر بين الاغذيه ولا بين النباتات ولا بين الخضر، اللي الحمد لله البيوت المغربيه باقي تلقاو فيها الثومه، يعني ما كاينش ربما شي دار اللي ما فيهاش الثومه، ولكن الاستهلاك ديالها واخا الثومه كاينه دائما في الدار، الاستهلاك ديالها تيكون قليل، يعني في مقارنه باليوم كيفاش تنستهلكوا الاغذيه الاخرى، الثومه تنستهلكوها بشكل كميات قليله. فملي تنجيو نشوفوا المنافع ولا الفوائد ديال الثومه، هي تتميز على الاغذيه الاخرى بان اولا هي من بين الاغذيه اللي تم ذكرها في القران، يعني بقلها وقتها وثومها وعدسها وبصلها، هي من بين اقدم الاغذيه اللي كاينه، يعني هي الثومه. وحتى من تيجيو نشوفوا القيمه الغذائيه ديالها، هي تتميز لان ماشي بزاف ديال الخضر ولا النباتات اللي عندهم هذاك الرائحه المجهده، كاين الثومه، كاين البصله، كاين شويه الكرافس حتى هو عنده كذلك، كاين البرو، نعم فعلا عندهم كذلك ديك الرائحه مجهده، ولكن تتبقى الثومه والبصله هما ربما في الراس ديال اللائحه. الفرق اللي كاين هو ان البصله فيها مركبات كبريتيه اكثر من الثوم، داكشي علاش تدمع، انا ما تنبغيش نقول تتبكي، فهي تدمع لان البكاء هو داخلي ماشي خارجي. صحيح. فالبصله هي تدمع، الثومه لا ما تدمعش. وهنا ملي تنهضروا على الكبريت خاص الناس يفهموا يفرقوا، يعني ملي تنهضروا على الكبريت ماشي الكبريت المعدني اللي كاين تيتباع، تنهضروا على الكبريت العضوي، لان الكبريت المعدني هو مسموم، يعني الناس اللي يمشيو يسمعونا تنهضروا على فوائد الكبريت ويظنوا بان راه بحال الكبريت العادي، لا، كاين فرق ما بين الحاجه المعدنيه والحاجه العضويه، كيف ما الحديد كاين الكبريت المعدني هو اللي كاين مثلا في مولياكول، هذاك حتى هو عضوي، الكبريت المعدني كاين تيتباع، يعني كاين تيديروه في الجير، تيديروه في الوقيد، هو اللي تيكون في الوقيد مثلا، نعم، فهذوك مسمومين، يعني هذاك تيكون سام. الكبريت العضوي يعني هو اللي تيكون في الاغذيه، تلقاوه في اللفت كذلك، كاين كما قلنا في الثومه، هو مفيد جدا بالنسبه للجسم ديالنا. فالفوائد ديال الثومه، يعني الثومه فيها بزاف ديال الفلافونويدات، فيها بزاف ديال البوليفينول، هي غنيه بزاف مضادات الاكسده، يعني الفوائد كثيره، يعني حتى هي تدخل بالاغذيه المضاده للاكسده لمحاربه السرطان، الكوليسترول الى اخره، ولكن الفوائد اللي تتميز بها الثومه هي محاربه البكتيريا ومحاربه الجراثيم، يعني مطهر طبيعي، مطهر طبيعي، والاستعمال ديالها تقدر يكون طبيعي، طبيعي، ويقدر يكون استعمال خارجي ويقدر يكون داخلي بالنسبه للثومه. داكشي علاش الثومه هنا كاين الدراسات العلميه اللي تبتات، يعني دراسه صينيه، لان الصين هما الدوله اللي تستهلك اكثر بزاف ديال الثومه. ذكر الصين الله يخليك سي نبيل العياشي، سمعت بان كاينه الثومه دابا ديال الشينوا. نعم. تتباع. نعم. لا يتم موديفي جينيتيكما. كيفاش موديفي جيني يعني ولات هي باش نشرح لك، هي الثومه هي سبحان الله، يعني الاغذيه اللي تم ذكرها في القران، هذه بحوث تنقوموا بها، الاغذيه اللي تم ذكر ديالها في القران ما قدروش انهم يبدلوا فيها بزاف ديال الامور. تيقول لكم ان كاين هناك واحد ليكيب كاينه في لونجلتيغ، صافي بلوس كو 10 ان تيخدموا باش ان كيفاش يبدلوا لو جين ديال البصله باش ما يبقاش يدمع، ما قدروش، ما تقدرش، يعني الاغذيه اللي غير يخدموا على شي حاجه اخرى اللي اصعب، يعني لان هنا الجانب الربحي، الجانب المالي، يعني هما تيدخلوا في هذا الجانب هذا كيف ما الان كاين، يعني بالنسبه للدجاج الان كاين موديفي جينيتيك، ممكن الدجاج بلا ريش، يعني الناس اللي دخلوا الانترنت غادي يعني نعم، ولكن الثومه يعني واخا غادي واخا غيكون هناك، انا تنقول هذه المجهودات في الابحاث في العلم يديروها ضد الامراض وضد الامراض اللي تسبب الاطفال الصغار، يعني باش نحيدوا الدموع من البصله والريش، بالعكس راه مزيانه، باش تمشيو ضد الطبيعه غسل العينين اكيد فيها مزايا، اكيد الله سبحانه وتعالى ما تيخلق حتى شي حاجه الا وفيها الافاده، وما خلقناكم عبثا، يعني الله سبحانه وتعالى عارف كل حاجه كيفاش فيها. فهذيك الثومه اللي جايه من الشينوا يعني انها تتعطى بزاف، لان تنعرفوا ان المجتمع الصيني يعني مليار وزياده ديال البشر، فخاصهم بوغ ساتيسفي هذيك لا بوبولاسيون، يعني زون اوغمونتي لا برودكسيون ديال هذيك الثومه بحال اللي وقع بالنسبه للمجموعه ديال الاغذيه. فالثومه يعني المغرب هو تيعتبر بين الاغذيه المنتجه ديال الثومه، لان الثومه هي في ديال البحر الابيض المتوسط، المناخ ديال البحر الابيض المتوسط مفيد بالنسبه للثومه. فالصين قلت انهم تيستهلكوا بزاف الثومه، وكاين هناك دراسات تتبين على ان الاستهلاك ديال 18 غرام في السيمانه، 18 غرام هما 6 ديال الفصات ديال الثومه، ماشي ديال الريوس، ولكن 6 ديال الصبيعات ولا الفصات ديال الثومه في السيمانه، تينقصوا ب 30%، يعني واحد وحده في النهار تقريبا، وحده في النهار، وحده في النهار مزيان، يعني تينقصوا بنسبه ديال 30% سرطان القولون، وبنسبه 50% من سرطان المعده، يعني هذه فقط الاستهلاك ديال الثومه. انا ما تنقولش الدواء، انا ما تنهضروش، انا دائما تنشير هذه المساله تنهضروا على العلاج، تنتكلموا على الدواء، تنهضروا على الوقايه، نعم، على الوقايه، يعني اللي تنهضروا عليها، يعني التناول ديال الثومه بهذا الشكل هذا يعني تيساعدنا دائما باش اننا نقيو نفسنا من هذه الامراض. يعني حتى بالنسبه للثومه تنعرفوا بان تدخل، يعني الناس اللي تيكونوا ضربهم شويه البرد الكحبه ولا عندهم شويه الروح، تناخذوا كذلك الثومه، ممكن اننا ندقها كيف ممكن اننا ناخذها كغير الناس. كاين بعض
بعض صحيح الاشياء الناس تسبب التونسيون. نعم تسبب التونسيون بشكل كبير. هذه النقطه اللي كنت جاي لها بغيت نشير واحد المساله هو ان الاغلبيه ديال الناس يعني مشاو في واحد الاتجاهات اللي هي لا علاقه لها بالجانب العلمي الغذائي. هو ان التومه مثلا غالب الاحيان تلقاوها مثلا تنخلطوها مع العسل او لا الزعتر تنخلطوه مع العسل او لا فليو غنخلطوه. يعني راه ما كاينش واحد الغذاء بوحدو اللي نعتمدوا عليه باش يعالج. يعني التومه ممكن ناخذوها مع الماء، ممكن ناخذوها مع الحليب، ممكن ناخذوها مع اتاي، ممكن كيف ما شخص ارتاح له البال انه ياخذها. ماشي ضروري انه يمشي ياخذها، لان ملي تنهضروا على التومه انها مثلا معالجه لمجموعه ديال الامراض وغنفرضوا على الشخص لا غنقول له خاصك تاخذها مع العسل، ملي غيجيب العسل الحره ما عندوش. الا غياخذ عسل السكر انا ما تنسميش هذاك عسل، تنسميه عصير السكر. يعني الا غادي ياخذ عسل السكر من الافضل ياخذ التومه بالماء احسن من انه ياخذها مع حاجه اخرى او لا التومه بالزيت مثلا. فهذه المساله هذيك اللي شرتي كذلك ما تقلعش من الافضل اللي حنا غادي نجيو من بعد للطياب ديالها. فكيف ما قلتي بالنسبه للطونسيون هي مهمه جدا، بالنسبه هي سي ان اونتي بيرتونسور. ولكن ملي تنهضروا على الاخ ديالي تتهبط من الضغط الدموي راه ماشي غير غتاكل الثومه وغتعمرها ملحه وغتقول راه ما هبطت ليش الطونسيون، راه ما يمكنش. لان كاين بعض الحالات اللي خصنا نحترموا فيها القواعد ديالها. ملي تنهضروا على لا طونسيون لا بروميير دي شوز افير هو اننا تنقصوا من الملحه، تنحيدوا الصوديوم. الا حيدنا الصوديوم وزدنا، يعني الفرق اللي كاين اشنو هو ان نقدر مثلا اوليو باش نحيد الملحه في مره نقدر نحيد غير حاجه مسوسه الخبز مالح مثلا والمرقه مسوسه وغندخل الثومه غتساعدني باش نهبط الطونسيون ديالي. اما باش نبقى الملحه عندي في الماكله ديالي وغناخذ الثومه وغنقول راه ما عطاتش نتيجه هذا خطا. الثومه كذلك يعني بالنسبه للناس كيف ما قلت اللي تعانيوا من المشكل ديال الاسهال، لان واحد النقطه مهمه بزاف. اسهال؟ نعم انا نقول لك علاش. لان الاسهال ولا القبض بجوج، لان الاغلبيه ديال الناس ما تيعرفوش بان المشكل ديال القبض ولا المشكل ديال الاسهال تنعرفوا بان عنده علاقه فقط بالالياف الغذائيه. ولكن كاين واحد النقطه اخرى اللي هي الوجود ديال الاملاح المعدنيه بشكل كبير على مستوى الامعاء ديالنا. علاش؟ لان ملي تنهضروا على الاسهال فكاين هناك فرق ما بين ماشي فرق ولكن علاقه ما بين الماء وعلاقه ما بين وجود الاملاح المعدنيه، لان داخل الجسم ديالنا كاين علاقه كبيره ما بين الاملاح المعدنيه والماء. فوجود كميه كبيره جدا من الاملاح المعدنيه تؤدي للاسهال. داكشي علاش بعض الاحيان في الصيف مثلا تلقى الشخص مثلا ضرب نص دلاحه من بعد تجي الاسهال. علاش؟ لان دخل املاح معدنيه بشكل كبير للجسم ديالو، وهذا اسهال ما ناتجش على مشكل ديال تسمم غذائي او لا مشكل زياده في الالياف الغذائيه، لا، ناتج على مشكل ديال وجود املاح معدنيه بشكل كبير في الامعاء. ويقدر يكون العكس صحيح كذلك، يقدر يكون مشكل ديال القبض ناتج على عدم وجود كميات كافيه من الاملاح المعدنيه في الجسم ديالو. واخا وجبت ثم لهاد نعم الى مشينا للدلاح دابا فالثومة الدور ديالها سيجي زوين الدلاح ان شاء الله. الدور ديال الثومة في الامعاء المعدنيه في الاملاح في الامعاء ديالنا هي تعطي واحد التوازن ديال الاملاح المعدنيه على مستوى الامعاء. لان الثومه الدور ديالها بزاف تيمشي خصوصا بالنسبه للامعاء. داكشي علاش هضرنا قلنا بان الثومه هي تتقي من سرطان القولون خصوصا بنسبه 30%، وبالتالي فالتناول ديال الثومه تيساعدنا باش اننا نعالجوا هذا المشكل. بقات النقطه ديال الطياب كيفاش يمكن اننا ناكلوا الثومه. فبالنسبه للناس اللي ما تيقدروش على ديك الرائحه ديال الثومه، وخين كان انا تنعتبر فقط ديك الرائحه يعني بعض الاحيان هي سبه، لان تنقدروا نتقبلوا الرائحه ديال السيجاره مثلا في حين اننا ما تنتقبلوش الرائحه ديال الثومه. فما خاش ان هذه الرائحه ديال الثومه تكون سبب في عدم استهلاك الثومه. وبالتالي فممكن اضافه الثومه واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه قبل ما نساليو الطياب ديالنا، نضيفوا الثومه للاكل ديالنا وهكذا تنكونوا اننا استفدنا منها. ولكن ضروري الاستهلاك انا تنقول على الاقل راس واحد في النهار لكل شخصيا ماشي العائله، راس واحد في اليوم ممكن اننا نتناولوه باش يمكننا نحققوا هذه المنافع هذه. لان الاغلبيه ديال المشاكل اللي عندنا الان هي التهابات على مستوى الجهاز الهضمي خصوصا على مستوى المعده، والثومه تتلعب هذا الدور. خصوصا كاين واحد المرض اللي هو قرحه المعده اللي عنده علاقه بالكوباكتير بيلوري، وهذا المشكل هذا ديال قرحه المعده عنده علاقه، يعني الثومه تتلعب دور الوقايه من هذه الامراض اللي عندها علاقه ديال وجود بكتيريا وجراثيم على مستوى المعده. باقي بزاف ما يتقال، ولكن الاستهلاك انا تنقول على الاقل راس واحد في النهار لكل شخصيا ماشي العائله، راس واحد في اليوم ممكن اننا نتناولوه باش يمكننا نحققوا هذه المنافع هذه. لان الاغلبيه ديال المشاكل اللي عندنا الان هي التهابات على مستوى الجهاز الهضمي خصوصا على مستوى المعده، والثومه تتلعب هذا الدور. خصوصا كاين واحد المرض اللي هو قرحه المعده اللي عنده علاقه بالكوباكتير بيلوري، وهذا المشكل هذا ديال قرحه المعده عنده علاقه، يعني الثومه تتلعب دور الوقايه من هذه الامراض اللي عندها علاقه ديال وجود بكتيريا وجراثيم على مستوى المعده.